سوف نفسر لكم كيف تجري الأمور في أول موعد مع موظف البريفكتور في مكتب البريفكتور أو المحافظة أو في الأوفي حسب منطقتكم. في هذه المرحلة يتم تسجيل طلبكم للجوء. سوف يسألونكم عن اللغة التي تتكلمون بها. احذروا لأن اللغة التي ستشيرون إليها يمكن أن تكون اللغة التي ستستعملونها خلال المراحل القادمة والتي يجب عليكم أن تعبروا بها عن الاضطهادات التي عشتموها. إذا كنتم لا تتكلمون الإنجليزية أو الفرنسية بشكل جيد، فننصحكم أن لا تشيروا لهذه اللغات وأن تختاروا اللغة التي تتكلمونها بسهولة. خلال هذا الموعد سوف يأخذوا بصماتكم. سوف يبحثون ما إذا تم تسجيل بصماتكم لطلب اللجوء في بلد أوروبي آخر، وإذا كنتم مسجلين في حالات غير شرعية. سيكتشفون كذلك إذا كان دخولكم في أوروبا بالفيزا أو بدونها. إذا ثبت أنه قد تم تسجيلكم في بلد أوروبي آخر أو قد دخلتم إلى أوروبا بفيزا بلد أوروبي غير فرنسا، قد يتم وضعكم تحت إجراء دوبلا، وذلك سوف يؤدي إلى تأخير طلب لجوء في فرنسا. سنشرح لكم ذلك بشكل مفصل في فيديو آخر يمكنكم أن تجدوه على موقعنا أو على اليوتيوب. سيسألكم موظفو البريفكتور على الطريق الذي سلكتموه لوصولكم إلى هنا. سوف يطلبون منكم جواز السفر الباسبور والوثائق الأخرى التي عليكم أن تعطونها. ولكن حتى وإذا لم يكن لديكم باسبور أو بطاقة هوية، يجب على البريفكتور أن تسجل كل المعلومات التي تعطوها شفويا. من المهم جدا أن تصرحوا بكل المعلومات التي تخص وضعيتكم العائلية وحالتكم الصحية، إذا كانت هناك امرأة حامل مثلا أو عملية جراحية في الأيام القادمة. إذا لم تجد البريفكتور دليلا يثبت أنكم مررتم ببلد أوروبي آخر، يمكنكم أن تطلبوا اللجوء في فرنسا. بعض البريفكتور يرفض تسجيل طلبكم اللجوء إذا كانت بصماتكم غير واضحة. هذا غير قانوني. يجب عليكم الالتحاق بجمعية أو محامي ليتعرض لهذه الحالة. إذا رفضتم الجواب على الأسئلة وإذا اكتشفت البريفكتور أنكم قد أعطيتم معلومات خاطئة، يمكنها أن تعتبر أنكم لا تتساعدون معها فتضعكم في الإجراء المسرع. إن الإجراء المسرع أقل حماية من الإجراء العادي. سوف تعطيكم البريفكتور شهادة طلب اللجوء التي تدوم مدة صلاحيتها شهرا واحدا، ويكتب فيها نوع الإجراء عادي، مسرع أو دوبلا. يجب عليكم نسخها فورا. هذه الوثيقة تثبت أنكم قد طلبتم لجوء. يجب أن تكون هذه الوثيقة دائما معكم لحمايتكم في حالة التحقق من الهوية من قبل الشرطة، الوثيقة نفسها أو نسختها، وتحميكم من الاحتجاز الإداري إلا إذا كانت في حالة دوبلا. ملاحظة: سوف تعطيكم البريفكتور في نفس الوقت شهادة طلب اللجوء موعدا لتجديد هذه الشهادة. ليس هناك مشكلة إذا كان الموعد بعد مدة صلاحية الشهادة، فأن في حالة الإجراء العادي تكون صلاحية الشهادة الثانية 9 أشهر، يتم تجديدها كل 6 أشهر. في حالة الإجراء المسرع تكون صلاحية الشهادة الثانية 6 أشهر ويتم تجديدها كل 3 أشهر. في حالة الإجراء دوبلا صلاحية الشهادة الثانية يتم تجديدها كل 4 أشهر. الأهم إذا كنت في الإجراء العادي أو المسرع هو أنكم ستحصلون على ملف الأوفبرا عندكم مدة 21 يوم لكي تضعوا فيه كل المعلومات المطلوبة باللغة الفرنسية أو تبعثونه بالبريد إلى الأوفبرا. لمزيد من المعلومات ننصحكم أن تشاهدوا هذه الفيديو. يجب على موظف بريفكتور أن يعلمكم أنه في نفس الوقت طلب لجوء يمكنكم طلب لجوء لسبب آخر. إذا أردتم مثلا أن تطلبوا لجوء لأسباب صحية، عليكم أن تلتحقوا بطبيب أو بجمعية. احذروا، عندكم وقت محدد لفعل ذلك. هذا كل شيء بشأن الموعد الأول مع خدمات البريفكتور. المرحلة الثانية ستعرفكم بشباك الأوفي.
في الفيديو القادم سنتكلم عن المقابلة مع موظف الأوفي، وهي المنظمة المسؤولة عن تكفل بالمساعدة الاجتماعية لطالبي اللجوء. إلى اللقاء.